باش يشاركوا في هذا النهار هذا. والشعب المغربي كله فرحان بهذه المناسبة، وكنحيي صاحب الجلالة ناصر الله بهذه المناسبة ديال المسيرة الخضراء، وكذلك الشعب المغربي. شكرا لكم جميعا. بطالة ديالنا. السلام عليكم. فرحانين دابا بحضور الكريم ديال هذا البطالة ديالنا اللي جات من الرباط. زهرة وعزيز هي غالية علي التعريف، وحنا جد مسرورين بهذا المبادرة الطيبة لهذا العدو، هذا السباق على طريق اللي داروا سيدي قاسم بمناسبة عيد المسيرة الخضراء ذكرى 40. ونتمناو التوفيق، ونتمناو أنه يكون في سيدي قاسم بزاف من الأبطال من زهرة وعزيز. خليك تعاود تسالي ليا، أنا نسلم عليك كل شيء. فنفتخروا بهذه البطلة ديال هذه المدينة هذه، وكإطار كذلك اللي كتشتغل دائما في الرياضة، وخاصة رياضة ألعاب القوى، وخصنا نفرحوا بها حتى هي في هذا النهار هذا. طيب ساليتي البطلة.